تسلم مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة دفعة جديدة من محاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات الاستصفاء الدموي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتتضمن الدفعة المتخصصة لمراكز الغسيل الكلوي في مديريات عتق وعزان وبيحان وعسيلان 8728 جلسة غسيل كلوي من مركز الملك سلمان. وخلال التسليم أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروغ بالجهود المستمرة للمركز السعودي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحافظة وقطاعها الصحي، مشيرا إلى أهمية هذه المحاليل للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لمركز الملك سلمان خصوصا وللمملكة العربية السعودية على بذلها وعطائها وإكرامها ووقوفها مع الشعب اليمني عامة ومع محافظة شبوة خاصة، وما تبذله من جهود ومن وقفات مع الجانب الصحي، بحيث أنها ستعزز بإذن الله عز وجل هذه الشحنة مستوى تقديم الخدمة لمرضى الكلى في جميع مراكز المديريات.